تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، ماذا نعرف عن المرتفع السيبيري القادم إلى مصر؟ أهلا بيكم في فيديو جديد وخبر جديد. بداية لو حضراتكم مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وبداية بنوه لحضراتكم إن معانا أخبار تانية كتير، أخبار تخص التعليم وأخبار تخص وزارة الزراعة في بشرى سارة للمواطنين، وأخبار تانية عن نظام القبض للمعاشات في الفترة اللي جاية هيكون مريح وأفضل كتير جدا جدا لأصحاب المعاشات. بداية هنتعرف مع أول خبر معانا وهو المرتفع السيبيري، إيه اللي بيتقال عنه دلوقتي وإيه اللي بنسمعه، هل ده صحيح ولا لأ، وإيه اللي هيحصل عندنا هنا في مصر. أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن المرتفع السيبيري هو مرتفع جوي يوجد في سيبيريا ومناطق شمال آسيا وأوروبا، وهذا المرتفع يأتي مناطق درجات الحرارة فيها منخفضة جدا تصل إلى 40 و50 درجة مئوية، وهي درجات منخفضة جدا مما يجعل المرتفع الجوي يتكون عليها. موعد وصول المرتفع السيبيري لمصر، هل تتأثر مصر بالمرتفع السيبيري؟ طبعا كلنا سمعنا الإشاعات دي وسمعنا الموضوع ده والكتل الهوائية والحاجات اللي هتحصل في مصر في الفترة دي، وخصوصا بعد اللي حصل أول امبارح وامبارح في اسكندرية. وأضافت أن المرتفع السيبيري يتجه عكس عقارب الساعة مما يجعله يبدأ في التأثير على مصر خلال فصل الشتاء، حيث يجعل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ جدا جدا، لأن هذه الكتل الهوائية القادمة هي كتل شديدة البرودة. ومعلومات عن المرتفع السيبيري، قالت إنه مع مرور هذا المرتفع على البحر المتوسط الذي يحد برودة من شدة برودة هذا المرتفع وكتله الهوائية، وهذا من أهم التوزيعات الضغطية التي تسبب انخفاض جدا في درجات الحرارة في فصل الشتاء. كما أن المرتفع السيبيري لا يؤثر على مصر حاليا لكنه سيؤثر في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن نتأثر به خلال شهر يناير وفبراير، يعني شهر واحد وشهر اتنين وبنهايات شهر مارس. درجات شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار خلال رابع أيام نوة الفيضة الصغرى. ونستعرض الآن مستشفى الجمهورية بالإسكندرية تغرق في مياه الأمطار والعاملين يخلعون الأحذية للمرور. وتوقعات حالة الطقس غدا، سقوط أمطار رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على شمال سيناء، وفي نشاط للرياح على بعض مناطق من السواحل الشماليه وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعه. يبقى احنا عرفنا ان دلوقتي يا جماعه حده الطقس هتبدا من اول بكره ان شاء الله، هيبقى في نشاط للرياح وهيبقى في امطار تصل لحد الرعد والبرق. طبعا كلنا عارفين كل التوجيهات اللي احنا كل مره بنقولها لما بيبقى في يعني مطره بالشكل ده. طبعا الاطفال ما يمشوش في الشوارع جنب يعني تحت البلكونات والحاجات الايله للسقوط، لان ده حصل بالفعل في اسكندريه امبارح واول. نخلينا متابعين عشان الايام اللي في بعض المحافظات بتلغي فيها الدراسه، نخلينا يعني مركزين شويه علشان خاطر في ايام ما بيبقاش فيها الطلبه المفروض ما تنزلش المدارس، فنخلي بالنا مع الموضوع ده شويه، وننبه على اولادنا انهم يبعدوا عن المناطق اللي فيها اعمده الكهرباء اللي بتبقى الميه مغطيه اولها من تحت. وهنا بقى الخبر الثاني معانا، وزارة المالية المصرية أصدرت قرار بأن نظام البيرول للمرتبات وميكنة الأجور في الدولة، يعني العاملين في الدولة هيقبضوا بنظام جديد وهو نظام المميكن. أعلنت وزارة المالية المصرية عن نظام ميكنة الأجور العاملين عن طريق نظام البيرول للمرتبات في إدارة التوجه الرقمي للدولة المصرية والعمل على ميكنة كافة الأعمال ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة ونظام المرتبات وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة. تم العمل على التطبيق الجديد وهو نظام أوراكل بيرول وتنفيذه على كافة جهات الدولة. يستخدم هذا النظام لإعداد وإدارة المرتبات ومستحقات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالطريقة الإلكترونية. طبعا حضرتك ممكن تقول هو إيه اللي أنا ممكن استفاده من حاجة زي كده؟ طيب هنعرف دلوقتي إيه هي مميزات نظام البيرول، يعني ممكن يفيدني بإيه؟ أول حاجة بتبقى كل حاجة مميكنة، فبيبقى حساب كل شيء بيبقى عن طريق الكمبيوتر، يعني مفيش حسابات يدويه، يعني مفيش ان انا احسب حاجه بالورقه والقلم واستعمل الكالكوليتر والاله الحاسبه والحاجات دي كلها علشان خاطر يعني ان انا احسب مثلا الجزء المستقطع من مرتب العامل او هيقبض كام او معاشه كام او يتبقى له كام او الكلام ده كله. يبقى من المميزات التي اعلنت عليها وزاره الماليه في نظام البيرول والتي يتم وضعه لكافه المؤسسات والهيئات والمديريات المختلفه يخضع لها صرف المرتبات والتحكم في الاستحقاقات الخاصه بالعاملين المسجلين في الجهاز الاداري للدوله. ويقوم هذا النظام بتقديم مجموعه من المميزات منها تحقيق الدقه في احتساب هذه المستحقات للعاملين، كذلك توحيد طريقه الحساب ومراعاه القوانين واللوائح والقرارات المنظمه للصرف. يعني هو بيحط سيستم بيديله البيانات والداتا بتاعته كلها وهو اللي بيحسب كل حاجه، فما بيبقاش فيه مجال للغلط.
كذلك سهولة التكامل مع الأنظمة والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوفير أعداد كبيرة من البيانات والتقارير عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مما يساعد متخذ القرار على ذلك. بعد كده اللي يخص ان الحكومة ردت بخصوص الغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم. كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد عن انباء بشان صدور قرار بالغاء الصف الدراسي السادس الابتدائي من العام القادم، تواصل المركز الاعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الانباء، مؤكدة انه لا صحة لالغاء الفصل الدراسي السادس ابتداء اعتبارا من العام الدراسي القادم 2022-2023، وانه لم يتم اصدار اي قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون اي تغيير سواء في مرحلة التعليم الاساسي او المرحلة الثانوية، مناشدة الطلاب واولياء الامور عدم الانسياق وراء تلك الاخبار المغلوطة مع استبقاء المعلومات انها يكون لها مصادر رسميه. طبعا مش هكمل لحضراتكم كل الكلام اللي مكتوب في سياق الموضوع ده، احنا كل اللي نعرفه دلوقتي عشان نوفر على حضراتكم الوقت والفيديو ما يبقاش طويل ان مفيش حاجه اسمها سنه سته اتلغت. الخبر اللي جاي هيكون مفيد جدا لكل الاولياء لكل الامهات في البيوت. طبعا كلنا عرفنا ان التموين، والفيديو ده موجود تقدروا حضراتكم ترجعوا له، التموين كل الاسعار بتاعه السلع التموينيه غليت شويه. دلوقتي في مبادرة بتتعمل من وزارة الزراعة لأماكن كتيرة هتبقى موجودة في مصر، فيها تخفيضات بصراحة حقيقية. أنا لسه ما شفتش حاجة زي كده أو ما نزلتش اشتريت منها حاجة، بس أنا بقول لحضراتكم إن قبل كده اتعملت المبادرة دي السنة اللي فاتت، وبالفعل كان في تخفيضات واصلة لدرجة 40%، موجود فيها زيت، موجود فيها سكر، موجود فيها كل حاجة. وأقول لحضراتكم دلوقتي كل البيانات كاملة عشان لو حضراتكم تقدروا تروحوا الأماكن دي تشتروا حاجتكم بسعر أرخص شوية، لأن طبعا الأسعار بره بقت حاجة رهيبة. كيلو الزيت اللي هو الزيت اللتر اللي هو ممكن يكون وسط، مش النظيف قوي مش يعني اللي رديء قوي، وصل ل 50 جنيه. فاقول لحضراتكم دلوقتي على اسعار بصراحه هي مفرحه وكويسه. الزيت ب 28 جنيه والارز ب 12 جنيه، الزراعه السلع متاحه لكافه شرائح المواطنين. قال الدكتور محمد القرش المتحدث بالرسمي باسم وزاره الزراعه ان التنميه الزراعيه تساهم بشكل كبير في الاقتصاد بجانب توفير الامن الغذائي للمواطن المصري، متابعا انه عند النظر في الازمات المتكرره من سنه 2020 وحتى الان نجد ان اتاحه المنتجات غير موجوده غير في بعض الدول، حيث يتم وضع ضوابط لشراء اصناف معينه. واوضح المتحدث باسم وزاره الزراعه ان اللحوم مطروحه بمتوسط سعر 150 جنيه بس للحوم البلديه صافي، مشيرا انه يوجد تباين في المنتجات الموجوده لتلبيه مختلف شرائح المجتمع، حيث يطرح الارز ب 12 جنيه للكيلو معبأ ويوجد ما يكفي كل الشرائح المصريه، سعر الزيت ما بين 28 جنيه ل 30 جنيه للكيلو او اللتر. واشارت الى ان وزاره الزراعه قامت بزياده عدد المنافس حيث وصل عددها ل 243 منفذ ثابت بجانب 30 متنقل، مؤكدا ان هذه المنافس تغطي جميع انحاء الجمهوريه. طبعا انا مش هقدر اقول لحضراتكم طبعا كل المنافذ موجوده فين، حضرتك هتدخل على جوجل وتكتب مكان المنفذ بتاع وزاره الزراعه، لو مثلا حضرتك من المنصوره بتكتب في المنصوره، لو مثلا حضرتك من القاهره بتكتب في القاهره، بيطلع لحضرتك على فكره مكان المنفذ بالظبط. هتروح تجيب حاجتك منه، اكيد ان شاء الله هتبقى ارخص من بره بكتير، الموضوع بره بقى شيء لا يحتمل. اتمنى يكون الفيديو النهارده كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، ولو حضرتك استفدت ولو بمعلومه واحده اتمنى تضغط لايك للفيديو، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد واخبار جديده. اشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.